كورونا يلفظ أنفاسه الأخيرة في مصر. يا سلام، اديني يا علي والنبي الله يخليك، اديني أسقطنا 37 طائرة العدو، اداني. طب ولما انت يلفظ أنفاسه الأخيرة خلاص الناس تخرج بقى، مش حصرناه، مش زبطناه ساكن في عشة فوق سطوح في القلعة، خلاص طلعوا الناس بقى من البيوت. يخرب بيوتكم انتوا وخالد الجندي في يوم واحد، ده كلام، ده كلام يتقال؟ العالم كله مش عارف يعمل ايه وفقر ده امريكا اقتصادها بيتدمر، ده الصين اقتصادها اتدمر، ده ترامب طلع اول امبارح قال الامريكان سنعيد بناء اقتصادنا مره تانية، ده بيوت اتخربت يا راجل، وفي الاخر يقول لك الفيروس يلفظ انفاسه الاخيره في الاخيره. طب قول بيترنح، مشيها يترنح، انما يلفظ انفاسه الاخيره. وادي عمرو اديب يطالب الحكومه بمنح المصريين اجازه اسبوع، هيجر ايه في مصر؟ طب وليه تديهم اجازه يا عمرو؟ الله يا عمرو، ليه طالما الفيروس يلفظ انفاسه الاخيره ليه عايزين اجازه؟ ليه خرجوا الناس بقى، خرجوا الناس والنبي الله يخليكم. انما تعالى يالا، الفيروس بيلفظ انفاسه الاخيره بأماره ايه؟ بأماره الزحام اللي في مصر كل يوم. يعني انا هلاقيها منكم ولا من هلا زايد؟ بأماره ايه؟ اديني اماره. اتفرج على القطر بتاع منوف القاهره منوف، اتفرج الناس عامله ازاي، اتفرج الناس السيطره فين بقى. هات بقى كده، اديني شيل عمرو كده بصوت عالي، بص اتفرج يا معلم. بأماره ده يلفظ انفاسه الاخيره؟ وقال تدري قبل ان يلفظ انفاسه الاخيره قل لي. دي مسرحيه فؤاد المهندس والشيكار حواء الساعه 12. بص بأماره ده، بأماره الزحام اللي انتوا شايفينه ده، اتفرج الناس عامله ازاي على بعض. ده القاهره منوف ده كل يوم، وزير النقل طلع قال لك مفيش زحام، لو لقيت تقصير في النظافه هقعدكم في البيت، شكرا بنشكر حضرتك النظافه زي الفل، بس احنا مش شايفينها لان الناس فوق بعض اهو. بص وزير هقعدكم في البيت، لو لقيت حد تاني متهاون انا بعمل جولات، ولو لقيت عامل من غير كمامه هقعده في البيت، من اول رئيس الهيئه الاصغر عامل فيها هيقعد في البيت، انا عسكري. بص بقى اديله القاهره منوف كده، اديله القاهره منوف كده عشان يطلعوا ينفوا ويقول لك محمد ناصر بيكذب، ده القاهره منوف اهو. ايه رايك يا سيد كامل وزير؟ دول برضو هتوزع عليهم كمان؟ ده انت دول بقى ترش البرميل كله بتاع التعقيف. اتفرج واحد يقول لك ده فيديو قديم، اهو الراجل حاطط كمامه هناك اهو، او بيحاول يحط كمامه. اتفرج ده جوه القطر، ده جوه القطر. طب بلاش دي، بلاش القاهره منوف، خش كده على القاهره اسكندريه، خش على قطار القاهره اسكندريه، العب طب بلاش القاهره بخطوط النقل كلها عشان ما نزعلش كامل بيه، خش كده على المواطنين قدام البنك الاهلي ومكاتب البريد عشان يقبضوا المعاش بتاعهم او يقبضوا فلوس. اتفرج اديني كده اهو اهو، بتفرج ادي اهو الناس قدام بأماره ايه يا اتفرج الفيروس مصر تنتصر على كورونا، الفيروس اللعين يلفظ انفاسه الاخيره من الاسكندريه الى الاقصر. هي بالظبط كده بدات اسقاط، اوعى تشيل اسقاط دي، ما هي الفكره في اسقاط 43 طائره للعدو. اه نفس الكذب، نفس الكذب. طيب تعالى بقى هات بأماره الدنيا اماره القاهره منوف، حط بقى جنب يلفظ دي، حط جنبها الصور دي، اتفرج على الناس، حط جنبها القاهره منوف برضو، حط جنبها القاهره اسكندريه. وبعدين المترو يوم الخميس اللي فات كان زحمة، طبيعي يعني، طبيعي ان المترو يوم الخميس يبقى كل يوم زحمة، يعني في وقت من الاوقات طبيعي ان المترو يبقى زحمة. ارضي عليه كده، ادي لا ده قاهرة اسكندرية، ادي المترو، لا ده قاهرة منوف، المترو اهو، ده المنوف اهو، طبيعي جدا يبقى زحمة.
اتفرج. مين قال؟ مين قال ان احنا يلفظ؟ مين قال هم 500 حاله ولا 400 حاله؟ مين قال؟ الساده اعضاء البرطمان، الساده القلل، الساده القلل اعضاء البرطمان. ما هو البرطمان هيبقى ايه جنبه ايه غير قلل؟ قلل، هم شويه قلل ربنا بلانا بيهم عشان في الاخر يمضوا على 500 قانون.